لسه مكملين معاكم مع الحريفة، وصلنا دلوقتي لفقرة 2-1. الجواب هنا باين من عنواني. هينورنا في الفقرة دي شخصية عامة، بس هيكون راجل، هنواجه فيها بعض بجرأة شوية وهنتكلم بصراحة ونعرف رأيه في كل حاجة، سواء كانت مواضيع اجتماعية أو شخصية. والبقاء للأقوى ولا إيه؟ ان شاء الله يعني. وعشان احنا حريفه في المواجهه، نسمح لضيفنا لو حس انه خسر، وده كده كده هنسمح له يعني، انه يستخدم تقنيه الفار، وفيها نسمح له يقول كلمه واحده يدافع بيها عن نفسه. انا حاسه ان احنا داخلين حرب شويه بالظبط. والنهارده بقى هنتواجه مع نجم العاب القوى للنادي الاهلي ومنتخب مصر، بطل من فولاذ، وهو صاحب اولى ميداليات مصر في بطولات العالم بعد تحقيقه فضيه رمي الرمح ببطوله العالم بالصين 2015، شارك في اولمبياد طوكيو اللي فاتت، وبيستعد حاليا لاستعاده كامل لياقته للتاهل لدور الالعاب الاولمبيه اللي جايه في باريس 2024 ان شاء الله. تعالوا نطلع نشوف هو مين ونرجع تاني. منورنا طبعا زي ما شفنا كابتن ايهاب عبد الرحمن، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر في العاب القوى. بالراحه بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك والله. ربنا يخليك والله والله. يا جماعه عايز اتكلم ان هو دمه خفيف خفه غير عاديه يعني، بعيدا عن انه بطل والكلام ده كله، بس بجد لازم تعمل ستاند اب كوميدي ان شاء الله. ربنا يسعدك. هو بيحاول يرسم الجديه النهارده، بس بليزر حقه. لا ساعات بس والله، وانا والله يا ساعات. كابتن إيهاب، عايزين نبتدي كده مع بعض من البداية، من قصة رمي الرمح. إيه اللي خلانا نروح لألعاب القوى؟ اخترنا الرياضة دي ليه؟ لا هو بص، أقول لحضرتك على حاجة، هو أنا ما اخترتهاش بصراحة عشان أبقى صريح، هي جت صدفة خالص بحتة. إحنا عندنا حاجة اسمها التفوق الرياضي، درجات التفوق الرياضي في ثانوية عامة. وأنا برضه ما كنتش أعرفها هي أصلاً. هي بقى جت، كنت انا مع صحابي، احنا ما نعرفش غير كره قدم وبتاع، وكنا بنلعب في مركز شباب كفر صار عندنا كوره، فالولاد عكسه البنات اللي طالعين من التمرين بتاع كابتن احمد عندنا اللي هو مدرب العاب القوه. وانت كنت معاهم؟ لا للاسف بقى، ان انا كنت في اخر الملعب الناحيه الثانيه للاسف. وكان قبلها والله، وكان قبلها واحد صاحبي كان بيلعب معانا العاب قوه اسمه جمال، قال لي بص تعالى العب معانا العاب قوه. قلت له يا عم ايه دي؟ قال لي جري ورمي واسف. قلت له يا عم انا قادر امشي جري ونط ايه وبتاع. فالمهم ماشي كده ما شاء الله يعني. بس ما حد ما عرفهاش. فجه المدرب شافني فناداني كده، فقلت بس هو كده المدرب بيعمل ايه بيه؟ قال لك انا اضرب الطويل يخاف القصير. قلت له نعم والله العظيم. دخلت قال لي تحب تلعب العاب قوه؟ فقلت له ايه العاب قوه؟ قال لي كذا وكذا. قلت له انا ما اعرفش. قال لي طب 4 درجات تفوق رياضي. فقلت له طبعا. مين طبعا طبعا يعني. فقال لي يعني تعالى لي بكره. والله قال لي تعالى بكره الساعه 9 الصبح. قلت له حاضر. فروحت البس بنطلون وقميص وطلعت، لقيته قال لي اركب العربيه. ركبت عربيه ميكروباص، رحنا الزقازيق عندنا. قال لك اي حد كان فيه بطوله، قال لي اي حد يعمل حاجه اعمل زيه. اوكي كلمة عملت سلام. تاني في كل حاجه، اي حاجه فيها رمي عملت تاني. لا 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 والله العظيم. قلت له قال لي تعالى بقى نلعب بقى. فبدات اتمرن يعني، بدا اول مره يمسك رمح يعني. قال لي اللي يعمل حاجه اعملها ما تفكرش. قلت له حاضر. فعملت تاني ورا اللعيبه بتاعته كلها. اوكي بعد كده بقى جيت اتاهلت بطوله الجمهوريه مدارس. بعد كده جه كابتن محمد نجيب شافني. كل ده ولا انت دريان؟ انت عايز تاخد ال 4% ولا 4 درجات؟ ما انا ده كله بقى مش في دماغي، لقيتهم بيقولوا لي بقى ده كابتن محمد بيقول لك في كابتن محمد جه وعايزك تروح النادي الاهلي. فقلت النادي الاهلي؟ فقلت خلاص انا هروح ادخل النادي الاهلي شويه وهمشي يعني. هي ايه اللعبه دي اصلا؟ اذا كان بلعب اللعبه انا ما اعرفش ايه هي يعني. فلعبت شويه، فجاه لقيت نفسي بدات اكسب 18 سنه ما شاء الله، 20 سنه درجه اولى، ولدرجه ان انا 18 ما كنتش عارف ان انا بلعب 18 سنه. اوكي ما انا كنت مفكر انا بلعب درجه 20 سنه، فبرمي برمح الكبير ما اعرفش روح الصغير. فلقيتهم دخلوني بطوله لقيت رمح صغير. ده انا على الله حكايتي، ده ما جيتش. فلقيت نفسي كسبت ال 18 سنه، وبعد كده كسبت 20 سنه، وبعد كده لقيت نفسي كسبت درجه اولى. فجاه لقيت نفسي انا اصلا عامل حسابي يعني انا مش هكمل يعني، انا درجات تفوق واروح. فبعدها لقيت نفسي فجاه متاهل لبطوله عالم شباب ما شاء الله بعدها بسنه. طب يا جماعه طب انا اعمل ايه وبتاع؟ فجاه لقيت نفسي عامل تاني عالم شباب. فجاه لقيت بقى قلت ايه، لا خليني بقى اجرب بقى، ده انا شكلي هكمل بقى. فجربت بقى، فلقيت بقى الدنيا مشيت معايا كويس جدا بصراحه بقى. وبصراحه برضو لاجل الامانه في ميزه موجوده في النادي الاهلي مش في حته بصراحه. هم بيشوفوا لو انت كويس خلاص انت كويس وكله بيدعمك.
بيعرفوا ينوروا طبعا كويس. كله بيدعمك كله بيدعمك احنا طبعا يعني عايزين نبارك لك عن تجديد في النادي الاهلي المره الثانيه، وعايزين نعرف شعورك ايه بالتجديد ده، وجالك عروض ثانيه خلال الفتره اللي فاتت ولا لا؟ بص حقيقه الحقيقه بصراحه الحقيقه يعني انا مبسوط جدا اني جددت الاهلي. انا ما كنتش جددت الاهلي انا كنت هعتزل بصراحه، عشان يعني انا مش متخيل ان انا العب في اي نادي تاني، وما فكرش ان انا افتح حتى الباب لتفكير لنادي تاني. النادي لو طلبني من غير اي حاجه انا تحت امره طبعا. كفايه ان النادي الاهلي وقف جنبي من اول ما بدات عندي الدقيقه اللي انا فيها، وهو يعني هو اللي عمل ايهاب عبد الرحمن. انا لو مش النادي الاهلي كان زمان خلصت التفوق الرياضي، لو مش النادي الاهلي شافني، لو مش النادي الاهلي قالوا لي انت كويس وهتبقى كويس، كان زمان خدت التفوق الرياضي وقعدت في بيتنا زي اي حد، خلصت كليتي وخلاص. صح مظبوط. جوه النادي الاهلي في نماذج كتير قوي زي ايهاب، اللي النادي الاهلي عمل لهم عارفه التيرنينج بوينت بتاعه حياتهم. بالظبط بالظبط. كابتن ايهاب عايز اسالك بقى على حاجه. تمام. قبل ما تروح النادي الاهلي كنت اهلاوي؟ اه طبعا بكل امانه. لا والله انا عايز اقول لحضرتك ان انا العيله عندي كلها اهلاويه. خلاص يبقى بالمره انا نسيبي بس اللي زملكاوي. مين؟ نسيبي اللي زملكاوي. نسيبك؟ مش مهم خلاص. لا هو متجوز اخت مراتي هو اللي زملكاوي، انما عيله مراتي كلها اهلاويه ما شاء الله. اهم حاجه الزوجه، الزوجه تبقى اهلاويه. خناقه بقى في كل الماتشات تكسير النجاح. بس بجد بغض النظر عن انت بتتكلم ان الموضوع جه كله معاك بصدفه عن طريق خطه الهيه وخطه الهيه. بس انت عندك المقاومات، انت ما شاء الله يعني اكيد رياضه رمي الرمح ليها مقاومات تانية ليها، وهي انا شايفه ان اعتقد انها متوفره فيك، الا ما كانش كابتن قال لك اتفضل خش ما شاء الله. يعني هي موهبه طبعا، هي الموهبه والموهبه بتفرض على اي حد. هي الفكره كلها ان الموهبه دي ازاي تنميها، ازاي انا كان ممكن عادي اخلص ومحدش يشوفني ومحدش يقول لي تعالى بس هي دي بنتكلم، هي دي الفكره، ان انت اتحطيت في المكان الصح. بالظبط. والمكان الصح ده بيبقى بناء على ايه مثلا؟ يعني مثلا هل المكان ده شغال مع المدربين بتاعته، مدربين هم احسن مدربين في مصر فعلا يقدروا يقولوا ان اللعيب ده هو اللعيب الكويس ولا لا، هو اللعيب ده اللي هيوصل ولا ما يوصلش. فهي دي كانت الميزه، ان انا ربنا خدمني ان انا قدرت اروح النادي الاهلي، وان النادي الاهلي شافني وقال لي لا ده هو ده الكويس، وقف وراك. بالظبط. وقف في ظهرك زي ما بالزبط. بيقولوا. حلو. من 7 سنين خلينا نرجع 7 سنين ورا كده، المشكله بتاعه الاولمبيكس والمنشطات. لا ده من العينه الاولى والثانيه القصه القديمه دي. عايزين نتكلم فيها، عايزاك تحكي لي احساسك ساعه اول عينه وثانيه القصه كلها. هنا كده ابتدت فقره ايه 2 على 1 تشتغل. لا بص هقول لك حاجه، سالتك السؤال ده. هو هي القصه دي طبعا هي اسوء حاجه ممكن تقابل اي حد في الحياه، بسبب ان انا كنت في الوقت ده كنت فعلا مرشح ان انا كان الميداليه المضمونه. يعني كنا ساعتها بنقول انه ايهاب هو اكتر حاجه مضمونه في اولمبيكس، انه ايهاب عبد الرحمن. كنت انا السنه دي فعلا حرفيا كسبان كل اي حاجه بتتعمل، اي بطوله، دوري ماسي، بطوله تحدي، بطوله افريقيا، اي حاجه كنت مصنف الاول، كان في فرق بيني وبين اللي تحتيه. فطبعا نصيب في الاول في الاخر، هي طبعا هي غلطة ان انا كان فيتامينات، هم قالوا لي المشكلة كانت في الفيتامينات، فانا حاولت ان انا ادور المشكلة فين، فخلاص هي دي المشكلة. انا من وقتها وانا بقى بتعلم بقى النواة، لا مش اي حاجة اخدها، مش اي حاجة استخدمها يعني في حياتي، لازم ارجع للنادو المصري عشان قبل ما احط حاجة في بقي ابقى انا فاهم يعني. بس هي طبعا كانت تجربه، لا تجربه قاسيه جدا يعني. صعبه. كنت مجهز نفسك؟ انا عايز اقول لكم، انا يعني هو طبعا الحمد لله، بس انا 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 ليا ظروف شويه، ان انا توقفت من هنا، بعد كده عملت عمليه في دراعي. بعد كده لا كانت شويه لخبطه كده، بتمرن لوحدي وبتاع، بس الحمد لله عدت يعني. خلينا نبعد بقى على القصه المؤلمه دي. لا انا هرجع تاني معاك، علشان انا يعني تجديدك للاهلي برضو هتقول لي دلوقتي ايه اللي خلاك تجدد مع الاهلي، ومين اللي قعد معاك، وايه المجريات اللي خدتها من النادي علشان تجدد تاني. ما كانش في اي اختلافات كده؟ لا انا هقول لحضرتك على حاجه، انا قسما بالله انا اللي انا حتى يعني حضرتك اساله حتى كابتن خالد، واساله كابتن ياسر داوود، كابتن خالد عضوي مدير النشاط، انا هو بيقول لي اقرا، قلت له انا مش هقرا. مسلم؟ لا مش حوار مسلم. بص حقيقة انا لما توقفت فعلا النادي الاهلي كان في ظهري،
النادي الاهلي كان في ظهري في اللي هو الحاجه اللي يقدر يساعدني بيها، عشان طبعا في قوانين ما ينفعش النادي الاهلي يساعدني بيها، بس في حاجات تانية حتى لو معنويا. كفايه ان كابتن محمود الخطيب يسال عني، كفايه ان مجلس الاداره يسال عني، كفايه ان مجلس الاداره يقول لي انت بتتمرن ولا لا. ده في حد ذاته خلاني انا 4 سنين ما اوقفهم، لا انا هتمرن، انا هرجع، انا لازم ارجع. صح. فما ينفعش النادي الاهلي يقول لي انا عايز اقول له لا. طبعا ما ينفعش. ده لوحده كفايه خليك تبقى عايز ترجع لبيتك تاني. بالظبط. ما ينفعش ان انا افكر. صحيح. ما ينفعش ان انا حتى اقول لا، طب اديني اقرا حتى. لا يا جماعه، ما كانش في اي خلافات يعني، لا على الفلوس ولا النادي الاهلي. بسيبها اقول لك حاجه، بعيد ان انا لاعب جوه النادي وان هم وقفوا جنبي، بس ده النادي الاهلي يعني، كلمه النادي الاهلي دي لوحدها لا لا. انا بص انا حاسه بكل الكلام اللي بتقوله، لان لا. هو ده احساسنا بجد يعني. احنا النهارده انت عارف احنا اول يعني حلقه في احساس كده، احنا في بيتنا، احنا معاك. بالظبط. هي مجرد الدخول من البوابه ده احساس تاني خالص فعلا والله بجد. انا بقول ده مش عشان انا جوه النادي الاهلي، بس حتى انا لما جيت دخلت جوه النادي الاهلي البوابه اول يوم ليا فعلا، لا انت داخل حلم، انت داخل حلم. ف وبعدين قليل لما تلاقي حد بيساعدك على حلمك يعني. اقول لحضرتك على حاجه، في النادي الاهلي مفيش ليميت للطموح. كل حاجه تقدر تعملها، ودي الحاجه اللي انا اتربيت عليها هنا، واللي انا يعني ماشي عليها. اللي هو انت عايز تعمل ايه؟ عايز تجيب ميداليه اولمبيه؟ ان شاء الله هتقدر، اتمرن. فلا انت عايز اكتر من كده. صح. ان انت تلاقي كل الدعم، سواء كان الدعم المادي، الدعم الفني، بالزبط. الدعم المعنوي، وده اهم حاجه انه النادي الاهلي بيقف ورا كل اللعيبه بتوعه في كل الرياضه. طب عايزك بقى تقول لي رياضه رمي الرمح بعد ما هي جت بالصدفه، طيب. انت كملت فيها وحبيتها، ايه الحاجه بالنسبه لك المميزه في رمي الرمح والعاب القوة اللي خليتك بقى مكمل لحد النهارده؟ وهنتكلم بقى عن تحضيراتنا للاولمبيكس. هي بص هي هو دلوقتي الواحد طبعا بعد ما لقيت نفسي بكسب والدنيا كويسه وكده، بدات بقى شويه اسيب نفسي، بدات احب اللعبه، بقيت اتمتع وانا برمي، بقيت بتمتع وانا بكسب. ميزه الالعاب الفرديه ان انت اللي بتكسبي وانت اللي بتخسري، انت اللي بتحاربي نفسك. ففي زي تحدي كده اللي هو لا انا اقدر. مش يعني لازم تبقى كويس دايما، مركز انت كويس. ممكن انا مثلا عكس الالعاب الجماعيه، الالعاب الجماعيه ممكن انا ابقى مثلا مش كويس النهارده، ممكن حد يشيلني. انما دي لا، دايما تحدي لنفسك، دايما تحاولي تعملي اصعب حاجه عشان تطلعي احسن حاجه. مظبوط. ايهاب، مين مثلك الاعلى في العاب القوى عندنا؟ والله بص اقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا مثلي الاعلى في اللعبه بتاعتي كان بره مصر، طبعا لاعب بره مصر، طبعا لاعب رمح، هو من فنلندا. هو ده مثل اعلى ليا، ان انا نفسي كنت ابقى زيه اول ما بدات اشوف اللعبه يعني. بعدك اسمه تيرو بتكماكي. بعد كده الحمد لله ربنا حلفنا الحظ ان انا لعبت معاه وكسبته الحمد لله. يعني هو عمل تالت في البطوله اللي انا عملت فيها تاني. هو تقريبا كان عمل رابع في كاس عالم، كنت انا عملت اول كاس عالم وهو عمل برضه رابع. لا انت الله اكبر عليك. الله اكبر عليك يعني، مثال الخشب ما شاء الله يعني. مثال خطير يعني، مثال ربنا يخليك. فهو الحمد لله يعني، حتى هو على فكره تواصل معايا على طول دايما، فانا كنت اتمنى اعمل زيه يعني. هو بس هو الفرق اللي بينه وبينه دلوقتي ان هو معاه ميداليه اولمبيه، انا دي اللي انا مكمل لها ان شاء الله. جايه 2024 ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. بتحضر ازاي ل 2024 من دلوقتي؟ احنا بدانا التمرين خلاص. احنا المفروض ان انا اسافر معسكر جنوب افريقيا، وبعد كده ارجع من معسكر جنوب افريقيا اروح معسكر استراليا، وبعد كده ارجع اوروبا تاني. يعني هو تقريبا هتبقى كلها معسكرات بره مصر يعني. كلها تقريبا معسكرات بره مصر عند الميعاد بتاع الاولمبيات ان شاء الله. في اللعبه دي ايه الصعوبات اللي بتواجهها اللاعبين؟ لا كل حاجه، ده ادوات ده بسم الله الرحمن الرحيم، ده احنا الادوات مش بنعرف نخرج بقى من المطار. انا بجد ازاي؟ والله هو انا ما اعرفش يعني، هو سبحان الله ما كنتش العب لعبه صغيره كده احطها في الشنطه. والله العظيم والله كارثه خروج الادم من المطار. ربنا يديك مضارب وكور صغيره لازم رمح يعني. واجري والله وبهدله وبتاع. هي انا عندي الرمح حوالي 2 متر 60 سنتي يعني 3 متر. فده بقى عشان اخده وادخل بيه المطار داخل تفجر المطار اصلا. والله هو ربنا اوقات بيوقف لي كده ناس كويسه جدا. بياخدوا منه الرمح وينزلوا بيها من المطار، من
من الاسانسير وحاجات كده، ويقول لي احنا خلاص احنا هنمشيه لك كده، مش هينفع نمشيه اوتوماتيك، عشان اوتوماتيك اقصى حاجه متر ونص، فاقصى حاجه متر ونص. انا ذات نفسي ما ادخلش في الاوتوماتيك. تمام. ف ما شاء الله يا جماعه الكابتن يعني متر 90 تقريبا. 94. ما شاء الله. 90 ما شاء الله. ربنا. فدي اوقات، اوقات بقى دي بتبقى كارثه. انا ما عنديش مشكله في الرماح بره مصر خالص. للاسف ما عنديش مشكله بره مصر خالص. يعني انا لو مثلا في اوروبا او حته في الحتت دي ما عنديش مشكله، هم هناك عارفين الرمح فبياخدوه من غير ما اقول اي حاجه. هنا بقى وانا خارج بقى تمام. يعني المشكله بقى وانا جاي بقى مثلا وهركب الخطوط بتاعتنا بقى. بس خلاص مفروض ان يعني ده هيتعودوا ويبقوا فاهمين القصه. والله انا في مره لعبت بطوله من غير رماحي والله فعلا، اقسم بالله. كنت في معسكر وجاي خدوا من خدوا رماح. المشكله ان انا كنت في بروح المعسكر ده كل سنه، والراجل اللي هناك عارفني فخد مني رماح عشان يوديها. جه المدير بتاع المكان المحطه دي قال لي لا مش هينفع ده سلاح. قلت له يا عم والله ما دبابه. قلت له ده رمح والله ما دبابه. يقول لي لا ده سلاح يا عم والله ما سلاح. المهم سابه، جبته بقى عن طريق بقى شحنته وعملت له شحن وبضائع ودنيا ودفعت عليه جمارك كمان. وهو اصلا في الاخر يعني يا جماعه والله ما لا ببلعب يعني. والله ده انا جبت له، قلت له يا عم انا منتخب مصر وانا جاي في مهمه وطنيه ووديته القرار وزاري. انت طلع له بس صوره بتاعتك من الانترنت اقول له اهو. خلينا هو برده كان خلينا احنا معانا مداخله من كابتن ياسر. كابتن ياسر رئيس جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي. كابتن برحب بحضرتك. اهلا بيكم. اهلا بيكم. انا مرحب بيكم. كل سنه طيبين موسم جديد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله. ان شاء الله منورنا في الحريفه. وكابتن ايهاب منورنا. كلمنا كده شويه عن كابتن ايهاب بقى. والله طبعا يعني 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 الشهاده مجروحه زي ما بيقولوا. ان طبعا ايهاب ابننا وكابتن فريق القوه الاهلي، وحاجه يعني نموذج يحتذى به على مستوى قول الشباب الناشئين الناشئ اللي جاي عندنا. ايهاب يعني زي ما قلت لحضرتك انا مش بتكلم عشان هو قاعد معاكم يعني. هو ايهاب خامه طيبه جدا جدا، يعني اتمنى ان كل ناشئ يبقى زيه، لان هو راجل بطل من يوم ما جه النادي فتره اعداده وجوه ملعب بره الملعب. حاجه يعني تشرف النادي الاهلي وتشرف مصر كلها ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك حبيبي يا ايهاب. حبيبي وحياتك. ربنا يوفقك ان شاء الله، واحنا كلنا بندعمك نادي اهلي اعضاء تدريب مجلس اداره مصر كلها. وربنا يوفقك ان شاء الله في باريس، واملنا بقى نرجع تاني نتحط على خريطه الالعاب القوى العالميه باذن الله تعالى. باذن الله. كابتن كلمنا عن القادم في النادي الاهلي، البطولات اللي النادي الاهلي هيشارك فيها، وكمان دور كابتن ايهاب مع حضرتك في البطولات القادمه. احنا بنستعد حاليا احنا في فتره اعداد لبطولات الدرع اللي هتبدا ان شاء الله في يناير. بنبدا بطولات القاهره طبعا، دي تعتبر بالنسبه لنا يعني مش عايز اقول احنا مش عايز انقص، لا هي بطوله برضو، انما بتعتبر اعداد جيد لبطولات الجمهوريه اللي هي تبدا شهر 2 و3، وبعد كده ان شاء الله في 5 بعد رمضان ان شاء الله. كل سنه طيبين ان شاء الله. دي عمر الصحة ربنا. احنا حاليا جميع المراحل السنيه بتشتغل اعداد جيد عشان ان شاء الله البطوله كالمعتاد نحصدها للنادي الاهلي ونحقق فيها ارقام قياسيه اللي احنا متعودين نحققها كل سنه. الحمد لله احنا مقياسنا دلوقتي ارقام قياسيه مش بطوله بس. الحمد لله. بنبعد عن منافسينا وفي نفس الوقت بنحقق التارجت لينا. يعني انا اسف احنا مثلا يعني لو كسبين بسبع نقط، لا الماتش الجاي عايزين نكسب بتسع نقط وهكذا يعني. والحمد لله احنا بنوفق في هذا ان شاء الله باذن الله. ايهاب طبعا على اساس ان هو نقول يعني احنا عايزين حضرتك توجه له رساله هو ولاعيبي النادي الاهلي كده، تقول له ايه يعمل ايه الفتره الجايه؟ والله قدام الناس بقى يعني، قول له قدام الناس. قول له خلي بالك من نفسك وما تكسلش، ويعني ما تدخلش مجهود خاصه في الظروف اللي انت كنت بتتكلم عنها في اللقاء دي. لا ابذل اقصى مجهود عندك وانت وكل الناشئين عشان تحقق الهدف بتاعك. ما فيش حاجه تقيسك يعني، ما فيش حاجه تنال من عزيمتك. دايما فكر في الايجابي، السلبي مش بتاعنا. احنا في العاب القوى في حاجه اسمها عندنا القدره على العزل. احنا عايزين نعمل نفسنا تماما ونفكر في الايجابي. الايجابي ده هو اللي حقق لنا بطولاتنا، حقق لنا التقدم حتى على مستوى اي قطاع سواء كان رياضي او اقتصادي او او او, أو انتاج يعني. فهو بوجه له الرساله دي ان احنا بنتعشم، احنا كلنا مستنيينك وانا اولهم يعني. تحقق لنا نتيجه طيبه
وتاني ما تكسلش وخليك في الناحيه الايجابيه، سيبك من السلبيات اللي احنا بنعيشها كتير. ما تقلقش يا كابتن ان شاء الله ما تتكسر ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا يا كابتن، نورتنا. طيب تعالوا نطلع معانا فاصل ونرجع نلعب معاك تاني علشان نشوف عامل ايه في المنافسه اللي احنا هنعملها النهارده، هتكسب ولا احنا اللي هنكسب. فاصل ونرجع تاني، استنونا. ورجعنا لكم مره تانيه ولسه بنكمل مع حضراتكم حلقتنا وفقرتنا مع كابتن ايهاب عبد الرحمن نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر في العاب القوى. جاهز للعب؟ ان شاء الله. طيب الفقره دي مش زي اللي فات، انا عايزاك تنسى اللي فات خالص. الفقره دي اسئله كده اسئله بقى كده قويه، هنسمح لك في نهاية الفقرة ان انت تستخدم تقنية الفار لو حسيت كده بأي ظلم معين، ان شاء الله مش هتحس بيه. خلاص والرد لو سمحت يكون ايه سريع. احنا منجز على طول. ماشي. السؤال الاول، ايهاب عبد الرحمن فكر في الاعتزال ليه؟ لما اكون خلاص ما انتش حاسس ان انا هدي. ده جاوب بسرعة فعلا ما شاء الله. ينكر كابتن ايهاب، ايه الحاجة اللي ممكن تخليك تمشي من النادي الاهلي وتروح للنادي الاهلي؟ هبقى هعتزل لو قالوا لي خلاص. خلاص هقعد. مش هتروح اي نادي ثاني؟ لا خلاص. حتى لو لسه قادر تلعب والاهلي قال لك مش ما بقاش بحاجه؟ خلاص ما فيش. جماهير الاهلي بالنسبه لك ايه؟ لا دي بقى دي مش محتاجه جمله صغيره، دي عايزه كتير بقى لسبب. اتفضل. انا في وقت ما توقفت بصراحه كان في رد فعل من جماهير الاهلي بصراحه خلاني احس ان انا فعلا ما بلعبش لعبه فرديه. احنا عندنا اللعبه الفرديه، ما حد احنا طبعا الالعاب الفرديه كان زمان ما حدش يعرف عنها حاجه، دلوقتي طبعا الوضع اتغير. بس في وقتها فعلا جماهير النادي الاهلي يعني حتى الصفحات على اي منصه السوشيال ميديا كل الناس كانت بتدعم، كل الناس بتدور على الحقيقه فين، لدرجه ان انا كان في عملوا ايهاب عبد الرحمن فوق الشبهات، فكانت دي حاجه لا يعني لو قعدت اشكرهم من هنا 100,000 سنه قدام لا مش كفايه. تاني او تالت او رابع سؤال بيتكلم عن جماهير الاهلي، هل شايف انه دلوقتي الرياضات الاخرى او الالعاب الاخرى اقل نجوميه، ابطالها اقل نجوميه من الكوره بالرغم من ان الكوره ما بتعملش نفس انجازات الرياضات الاخرى؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، انا في دي هو انا دي ليا راي. كده كده الكوره في العالم كله مش عندنا احنا بس، هي المشكله في العالم كله مش عندنا بس. الحمد لله دلوقتي بقى في احسن كتير، الناس بقت تعرف الالعاب الفرديه دلوقتي والابطال كلها. فانا ما ينفعش اجي اقول لا انا لازم ابقى زي الكوره، انا بعمل نتائج احسن من الكوره. ماشي برافو احنا بنعمل نتائج كويسه وكل حاجه بس هي ابينا ام لم نبقى او ايا كانت ازاي ام لم نشأ ايا كانت ايه هي الكوره. الناس كلها بتحب الكوره، انا بحب الكوره وانا بالظبط ونجيب تقسيمه ونقسم. فهي الكوره لازم الناس، هي رقم واحد في العالم مش في مصر بس. بس دلوقتي لا احنا خلاص اتعرفنا، الناس كلها بقت عارفه اللعيبه دلوقتي، فدي بقت حاجه كويسه كمان يعني، دي حاجه تحسب للاعلام عندنا في مصر والدوله كمان طبعا. باين قوي اهتمام الدوله الاميره بالرياضات الاخرى في اخر كام سنه، البطولات والتنظيم وحاجات كتير وبنيه تحتيه ملاعب كان الاول كوره بس، لا بقت ملاعب وصالات وحاجات كلها لكل الالعاب، ادوات كمان. صح مظبوط. نخش على التقيل، يلا بينا. قول جاهز؟ ان شاء الله. في الفتره الاخيره شفنا ان في لاعبات ستات في كل الالعاب ما شاء الله ناجحين جدا وبيخشوا بطولات وبيكتسحوا، هل ممكن تقبل ان شريكه حياتك تكون لاعبه رياضيه في اي لعبه بالاخص رمي الرمح؟ والله بص انا هقول لك حاجه، هو انا كنت اتمنى بس الحمد لله هي يا سلام. ايه ده؟ ايه التواضع ده؟ كنت تتمنى؟ لا جاوب بصراحه. الصراحة بصراحة عشان أبقى صريح يعني عادي عادي. لا 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 بصراحة عشان أبقى صريح هو عادي، أنا ما عنديش مشكلة خالص يعني، هي لو بتلعب رياضة أنا مش هحجر عليها يعني. هو خلاص أنا حبيتها في الوضع ده واتجوزتها في الوضع ده، فما ينفعش أقول لها بطلي. شفت جاب الخلاصة. برافو عليك برافو عليك. بنقبل الناس زي ما بناخدهم بالظبط، ما بنحاولش نغير حد، احنا كده كده هنتغير كلنا، هي هتتغير. انا هكلم مراتك بعد ما تخلص كده اللي بتقوله. ما بتلعبش الحمد لله. الحمد لله خلاص. هي هو كلنا بنتغير بس بنوصل للكمال لينا احنا الاثنين. صحيح. يعني لينا احنا الاثنين ايه المناسب لينا احنا الاثنين. انما عشان مثلا هي مثلا بتلعب انا اقول لها لا انت عشان نتجوز تقعدي، لا طبعا يعني مش منطقي، ما كنتش راح اتجوزها اصلا. صح مظبوط. كابتن ايهاب عبد الرحمن امتى دموع نزلت في اي بطوله او اي ماتش؟ لا انا في موقف طريف بقى مش دموع. انا ميداليه تاني عالم درجه اولى، هي دي كانت اول ميداليه في تاريخ الاتحاد لعندي النهارده ولا 110 حاجه.
فانا ما كسبت البطوله فانا ما خدتش الميداليه عشان قالوا لنا التكريم تاني يوم التتويج تاني يوم. فانا روحت ده كله ماشي بقي من هنا لهنا بس انا مش فاهم انا عملت ايه. اوكي. كل اللي قابلني يقول لي انت بقالك 100 ده اتحادكم 105 انت اول ميداليه في الاتحاد. اقول له اه يعني اللي جاب اول ما اتشهرش زي ما انا اتشهرت. فدخلت جوه ونمت وبتاع ورحت قافل الموبايل ما رضيتش افتح الموبايل خالص ونمت فافتكرت اني بحلم. فصحيت كده فرحت لواحد صاحبي جنبي قلت له يا ابني هو انا اللي معايا في الاوضه قلت له انا واحنا انا لعبت ولا ما لعبتش ولا ايه؟ قال له والله انت لعبت وكسبت. قلت له طب امال في الميداليه؟ انا عمال انام مش عارف انام. فروحت جبت الميداليه من اول ما جبت الميداليه اللي عندي كل شويه اصحى اروح جاي عارف اللي هو مخبوط كده ابص على الميداليه وارجع انام تاني. فما لحقتش اعيط بسبب السويتش معايا اللي حصل. فجاه يعني انا ما لحقتش اعيط لسبب ان انا ما فهمتش حاجه. يعني عارفه اوقات كده الواحد بيعيط لما خلاص انا خدت الميداليه وانا عارف اللي حصل وواعي وفاهم. لا ده انت مش فاهم اصلا. انا بقى ما فهمتش بقى وصلت مرحله فعلا والله بجد حرفيا يومها ان انا ما فهمتش. انا ما فهمتش معنى كلمه ما فهمتش. فما لحقتش يا حبيبي تعيط خالص في البطوله. وبطوله العالم في الشباب بقى كنت انا لسه ايامها ما اعرفش يعني العب قوه. فما خسرت عملت تاني. طبعا تاني دي كانت اعجاز وجاي من سنه يعني الناس كلها بتعمل اعداد للميداليه دي مثلا من 4 5 سنين مثلا عشان تجيب ميداليه. انا لسه بادئ من سنه. فالمدربه انا قاعد مخنوق كده فبقول لي مالك يا ابني المدربه هموت الفرحه. فقلت له انا خسرت. قال لي خسرت. قلت له خسرت ايه؟ قلت له في واحد كسبني. فحسيت انه هيلعب كوتش يديني في راسي. قال يا ابني اتعمل تاني شباب تاني عالم. حد كسبني واحنا بنلعب. قلت له يا كابتن ما انا في مصر بكسب كل الناس وبكسب الدرجه الاولى ازاي اخسر هنا وبتاع. فانا ما كنتش فاهم برضه في دي. بس دي بقى انا لما فهمت جالي بقى حاله ذهول بقى. انا عملت كده. دي بقى عدلي شهر بقى في الحته دي بقى اللي هو ايه؟ ايه ده؟ انا عملت ايه؟ وكل يوم اصحى ابص على الميداليه واقفلها تاني. كل يوم اصحى اقفل الميداليه. فالحمد لله ما جاتش معايا بعياط. لو جات بعياط كنت غرقت الاستاد. كنت بهدلت الدنيا طبعا. ايوه رق حاجه اول مره اول واحد يعملها. فعلا كنت بهدلت الدنيا. لا يعني ما كنت مش كان حد هيوقفني بقى. ولو كان هيوقفني كنت هجري وراه. هي كابتن إيهاب عبد الرحمن بيتعرض لياس الاحباط في بعض الفترات لا بص هقول لحضرتك على حاجه. انا مريت بحاجات تخليني ابطل كتير بس انا عندي اقتناع تام طول ما انا عايش على وش الدنيا بحاول. وطالما بحاول يبقى اكيد محاوله هتيجي معايا. لو وصلت مرحلة ان خلاص مفيش خلاص يبقى خلاص اقعد في البيت. بس حاول دايما حاول واشتغل على نفسك وحاول واشتغل على نفسك. مفيش حاجة بتيجي سهلة. يعني انا اللي انا شفته مفيش حاجة بتيجي سهلة. بالظبط. مع انك ابتديت كلامك بان الموضوع جه معاك باي لك والموضوع جه كده وحد قال لك روح بس انت تعبت واشتغلت. انت واخد الموضوع ممكن بشكل كوميدي وكده بس انت تعبت وقدها وعندك المقاومات واشتغلت على نفسك لغايه لما وصلت هنا. ولازم يبقى في حافز. يعني انا كان عندي حافز ان انا طبعا الثانويه العامه كانت مقبره لكل الناس طبعا. فلما ما جبتش مجموع كويس كنت حاسس اختي ووالدي ووالدتي كان دايما نفسهم يحسوا ان ابنهم كويس انه عمل حاجه. فانا ما عرفتش اديهم دي. انا اختي ذات نفسها كان نفسها قالتها لي ان انا نفسي اتفشخر بيك اقول اخويا كويس اخويا جاب كل الطب اخويا. فلما جات لي الفرصه ولقيت المدرب قال لي انت كويس قلت لا انا هجرب وامسك فيها. وكنت ايامها 18 سنه وجاي من الشرقيه لوحدي وما عنديش بيت وما عنديش اي حاجه ويعتبر قاعد في الشارع ما فيش حاجه. قلت لا انا مش هروح بلدنا يا اروح ناجح يا خلاص. فقلت بس هكمل. وكملت حاجات كتيره. كنت بكذب على والدي ووالدتي عشان طبعا ما فيش حد يرضى اولادهم يتبهدلوا. يعني لو قلت لابويا مثلا بابا انا النهارده مثلا نمت جعان مثلا ابويا مش هيوافق بده. طبعا مش هيوافق. وده حصل طبعا كتير. طبعا كتير. ما اقدرش مثلا والحاجات دي اللي بتخليني دلوقتي يعني احس ان الدنيا كويسه. اللي هو انت كل ما تفتكر زمان انت اتبهدلت فانت دلوقتي لازم تعمل حساب لده. اللي هو لازم تتمرن كويس لازم تبقى كويس عشان ما ترجعش لده. صح. ده بيخليك تطلع قدام. انت لو استكفيت مع احترامي الشديد هترجع تاني. لازم دايما في طموح في شغل وفي على نفسك بالظبط. وانت لازم تشتغل على نفسك عشان مش حد هيشتغل عليها. يعني مفيش حد هيقول لك ايه اعمل. لازم انت اللي تعمل. يعني في وقت المكسب انت اكتر واحد فرحان.
وقت الخساره انت اكتر واحد زعلان. يعني حتى اهلي اللي هو ابويا وامي بيزعلوا فعلا بس مش زيي، وبيفرحوا فعلا بس مش زيي. فلازم انا اللي من جوايا ابقى مقتنع ان انا لازم اشتغل، انا اللي من جوايا لازم ابقى مقتنع ان هو ما ينفعش اسلم لاحساس ان انا تعب، لا ريح وكمل. هي والله عايزه اعيط سنه. يعني ده كلام كبير قوي. لا انت بتقول كلام كبير على فكره. البليزر ده مهدني من ساعه ما لبسته. والله البليزر ده مغيرك النهارده. من ساعه ما لبسته حاسس ان انا بني ادم تاني خالص. انطقم معانا على فكره. ما قالولي فقلت لازم. ما حدش قال لك حاجه، هي جت كده اصلا. ايهاب عايز اعرف نفسك في ايه وطموحاتك في ايه الفتره الجايه؟ انا نفسي ان شاء الله ربنا يكرمني بالميداليه الاولمبيه السنه الجايه باذن الله 2024 في باريس. وقتها احس ان انا خلاص انا عملت كل حاجه انا عايزها. اعتقد ان انا بعدها بنسبه كبيره هعتزل، يعني اللي هو خلاص يعني هعتزل وانا في احسن مكان، احسن ما اعتزل وانا تحت. برافو فعلا. بعد كده ابدا بقى اشوف بقى اللعبه بتاعتنا دي ايه المطلوب ان احنا نعرف نعمل ابطال كتير. احنا عندنا مواهب كتير جدا، بس ايه المطلوب؟ ابدا اشوف لو هقدر، لو اي حد عايزني اساعد هساعد طبعا، ما عنديش مشكله. بس لا، ميداليه اولمبيه دي رقم واحد، دي رقم واحد يعني، ورقم 2 و3 ان شاء الله يعني. ان شاء الله. بعد كده طبعا بقى اركز بقى في البيت شويه، عشان انا مراتي تقريبا شبه هتضربني يعني في سنه اعتزل النهارده قبل بكره. لا معسكرات وبتاع بقى ما بتشوفش. لا يا ست، ده احنا عايزين بطولات، احنا مستنيين بس شويه، استحمليه سنه. والله انا في فرحي تاني اسبوع سبتها ورحت معسكر. معسكر ايه، اهلي ولا منتخب؟ لا منتخب. معلش مصر يعني، قعدت اسبوع بالظبط والله بجد. كل ما استحملي بقى ربنا يكون في عونها. والله هي وابويا وامي واختي ربنا يعني معاهم بصراحه، هم استحملوا كتير، ومرات استحملت كتير، وابني اللي ما بيشوفنيش ده برضه يعني ما يكبر حاسس هو مش هيعرفني، هيجي يقول لي انا بشوفك كده بس انت رايح فين؟ تعالى انت مين انت؟ اعتقد هو ده بيبقى دايما الثمن اللي اي بطل في اي رياضه بيدفعه من حاجات تانية. الناس لازم تبقى فاهمه ان الدنيا مش وردي قوي. ما هي دي الميزه، ان هم بيساعدوا بقى. دي حقيقه. هي دي الميزه. كابتن ايهاب، انا مبسوطه قوي قوي ان انت كنت موجود معانا، وبدايه يعني تفائلت بيها بوجودك كده. ان شاء الله شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. كل التوفيق في اللي جاي، وان شاء الله هنبقى مع بعض بعد اولمبيكس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اميره بشكرك النهارده، كانت اول حلقات الحريفه الحمد لله، وان شاء الله الحلقات الجايه كلها تبقى ننفع بيها الناس تستفيد اكتر، وجمهور النادي الاهلي بالاخص يستفيد. مشاهدينا الكرام، كنا موجودين مع حضراتكم انا واميره فراج النهارده في برنامج الحريفه. اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. وكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بشكركم شكرا جزيلا.